كانت محاضرتي عن العلاجات اللي ممكن تقدم للأطفال من سن 7 إلى 10 سنوات في تقويم الأسنان، وش الحاجات اللي ممكن الجديدة اللي ممكن نقدمها لهم. من الحاجات اللي عجبتني بالمؤتمر، الحضور كان جدا كبير، كانت بقاعة بي وكان الحضور جدا يعني أكثر من 800 حاضر للمحاضرة، وهذا كان شيء مرة جميل. أنا آخر مرة جيت للإدك كانت ب 2005، الحين ب 2015، فرق كبير 10 سنوات، أكيد فيها تطور مرة كبير. من الحاجات اللي لاحظتها يعني عدد المتحدثين، جودة المتحدثين الموجودين، زيادة عدد القاعات للمحاضرات. من الحاجات الجميلة كمان المعرض كان جدا كبير. المعرض ب 2005 ما كان نفس المكان، الحين صار عدد الشركات المدعوة جدا كبير. التنظيم يعني تعدت الإدك من مرحلة أنه والله مجرد تنظيم إلى احترافية في التنظيم، تميز في استقبال المتحدثين والزوار، شيء جميل جداً.